نظمت اللجنة الأولمبية البحرينية المؤتمر الدولي الأول لمحو الأمية البدنية بالتعاون مع جامعة البحرين والمنظمة الدولية لمحو الأمية البدنية بمشاركة العديد من الطلبة وممثلي الاتحادات والأندية الوطنية. وجاء المؤتمر في إطار حرص مملكة البحرين المستمر على دعم الحركة الرياضية والمضي قدما في تطبيق كافة المبادرات المتعلقة بمحو الأمية البدنية. لتعزيز الوعي بأهمية اللياقة البدنية والصحة ودورها الحيوي في تحسين جودة الحياة، احتضنت مملكة البحرين المؤتمر الدولي الأول لمحو الأمية البدنية بمشاركة 780 دارسا ودارسة من طلبة قسم التربية الرياضية وممثلي الاتحادات والأندية الوطنية. اليوم احنا نركز على الرياضة من أجل الحياة، الحياة الصحية ذات العلاقة الصحية لها العلاقة بالنشاط البدني وانعكاسها على الجانب الاجتماعي، على الجانب المعرفي، على الجانب النفسي، كلها من مراحل مقسمة، كل مرحلة لها خصائصها. مفهوم محو الأمية البدنية أصبح مفهوم عالمي. طلعنا طبعا من خلال الأوراق البحثية التي مطرحة في عملية دور الرياضة في محو الأمية. طبعا اليوم المحاور تم تغطيتها وتركيز على بالذات فئة الشباب وفئة الأطفال وما دون 7 سنوات، وهذه الفئة اللي هي طبعا ركيزة المستقبل. فأنت اليوم إذا اهتمينا نحن بهذه الفئة راح مستقبلا راح يكون عندنا جيل واعي عنده إمكانية ونشاط واندفاع وحماس بالعكس أن يؤدي واجب ويستلم الراية للمستقبل. ويمثل المؤتمر الذي ناقش العديد من ورقات العمل في جلساته فرصة ثمينة للقاء الخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم لمناقشة سبل تعزيز الوعي الصحي والبدني، وهو ما يتماشى مع رؤية مملكة البحرين لتعزيز الصحة العامة وتوفير بيئة داعمة للتنمية المستدامة. قدمنا بوث يدمج فيه اللي هو الذكاء الاصطناعي من خلال معرض افتراضي على هامش هذا المؤتمر. المشروع عبارة عن استخدام الـ AR والـ VR داخل غرف محددة تهتم بالإنجازات الرياضية المدرسية وأيضاً الجهات الداعمة لهذه الإنجازات. احنا حبينا نشارك في هذا المؤتمر اليوم كمركز للتغذية، نحب ان احنا نهتم في الوعي الغذائي للمجتمع البحريني. وتسعى مملكة البحرين من خلال المؤتمر الى تطوير البرامج والسياسات التي تدعم تحقيق الأهداف على المستوى المحلي والعالمي، خاصة فيما يتعلق بتشجيع الأجيال على تبني أنماط صحية والمضي قدما في تطبيق كافة المبادرات المتعلقة بمحو الأمية البدنية بعدما قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال. جاء هذا المؤتمر الدولي في إطار حرص اللجنة الأولمبية للمساهمة بشكل مباشر في بناء مجتمع أكثر صحة وحيوية وقادر على تحقيق الإنجازات المشرفة لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم أيده الله. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.